السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ايام في دي جي او عمر عادي اي شيء زين. انا الحين بصور لكم الجيمنج سيت اب مالي، الحين بتطلع لكم في هذا بس مقدمة الحين. سامحوني عشان ما نزلت يوم الخميس وانا قلت اني بنزل، لكن كنت ميت من الفرحة ان الامتحانات خلصت. لا ثم انا شو سويت؟ اكيد طلعت زين. خليكم تسوي لايك وسبسكرايب واستخدموا كود هيربي في الايتم شوب. انجوي 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 قصدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رديت الحين شباب. الحين بخبركم عن البي سي مدام ما تشوفونه قدامكم. البي سي هو مواصفاته انه هو 16 جيجا بايت رام، وشباب دي ما اسمع عمري 16 جيجا بايت رام فينجنس برو، ويا 260 ار تي اكس سوبر 260، كور اي 7 هو سي بي يو، الجي بي يو هو 260 ار تي اكس سوبر جوتا جيمنج، و كيس هي شو اسمه؟ جيب كيس نيكزت اتش 510 اي برو، اظن برو ما لا ما برو اليت، ولون الابيض مثل ما تشوفون. حتى الفينجنس برو 16 جيجا بايت رام 3000 ميجا هرتز، وهو لون ابيض، و ار جي بي يعني ريد جرين بلو، يعني مثل الالوان اللي تطلع منها هاي ار جي بي ترى. زين وليكويد كولينج ماستر ليكويد شي شي، وانا مركب تحت ترى الجاتو اتش دي 60 برو عشان يوم اصور في السوني او احيانا في البي سي بعد. زين يلا خلينا نتحرك لين المونتر. والحين الماوس الكيبورد هم داكي 1-2 ميني الاسود، وستيل سيريس رايفل هو الماوس 7200 دي بي اي، والشاشة الحين الشاشة هي 4K HP 144 هرتز، بس مو بمال جيمنج، بس انا استخدمها حق الجيمنج احسن. الحين عن الطاولة والكرسي، الطاولة والكرسي هم اثنيناتهم جيمر تيك ولون احمر، جيمر تيك جيمنج تيبل وجيمنج جيمر تيك جيمنج شير. زين يلا الشيء الثاني شباب، هذا هو كل شيء. اعرف انك صغير بس بحط لكم شويه مونتاج صغير لقطات مال شو صار الحين وشو السالفه، بروريكم اللقطات فورتنايت، لان بعدين ان شاء الله بصور فلوج جديد عجيب. ويلا اترياكم اخر الفيديو، بيس. يا مود هذا منه What? ما شاء الله لعيب ما شاء الله.